السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم متواجدين وياكم في ضاحية أم غيدر. اليوم عندنا ورشة تأهيل جليس. هاي ورشة تأهيل جليس كبار السن والمعاقين. طبعا الهدف من الدورة أو من الورشة هذه التعريف بهذه الفئة، ونعرف المجتمع شو احتياجاتهم، شو الأشياء اللي واجب نسويها لهم. طبعا هذه الفئة فئة خاصة لها احتياجات خاصة، يعني سريرهم، أكلهم، شربهم، حتى طبيعة العناية فيهم. نحن مثل ما قلنا لكم نبغي أكبر، يعني نبغي نعلم الجليس المسن سواء كان الأبناء أو حتى العمالة المساعدة كيف يعتنون فيهم، شو يعني البيئة المحيطة كيف لازم تكون. فإن شاء الله إن شاء الله يا رب اليوم الحضور يستفيد من هذه الورشة، ونقدر نحن نحقق الهدف أن توعية المجتمع، والمجتمع يستفيد ويتعلم كيف يعامل هذه الفئة الخاصة.